الفرق ما بين محامي الإدارات القانونية الخاضع لقانون 47 لسنة 73 وتمييزه عن عضو هيئة قضايا الدولة، وبرضك كان لازم نميزه عن النيابة الإدارية وعن إدارة الفتوى في مجلس الدولة. وده طبعا تفرقة واجبة علشان الناس تقدر تحدد بالظبط الدور الموكول لمحامي الإدارات القانونية وتقف على أهميته بالظبط وإيه هي التعديلات المطلوبة عشان يقدر يقوم بشغل. طبعا هنبدأ بأقدم الهيئات القضائية على الإطلاق، مش هنبدأ بأهمية حد على حساب حد، هما كل الهيئات القضائية على قدر واحد من الأهمية، لكن إحنا بنبدأ بأقدمهم على الإطلاق. هنلاقي إن أقدم الهيئات القضائية في مصر على الإطلاق هي هيئة قضايا الدولة. هيئة قضايا الدولة أنشئت بغرض إن هي تكون النائب أو هي التي تنيب عن الدولة في الدعاوى المدنية والإدارية. نلاقي إن هيئة قضايا الدولة كانت في الأول هي قلم قضايا الدولة، وبعد كده أصبحت هيئة قضايا الدولة. هي مختصة بالأجهزة الرئيسية للدولة، أو هي اللي بتمثل الشخصية المعنوية للدولة بمفهومها الضيق. فهنلاقي إن هي اللي مسؤولة عن تمثيل الدولة بالنسبة للوزارات، بالنسبة للمحافظات والمحليات. بتكون هيئة قضايا الدولة هي اللي بتمثل هذه الشخصيات، تنوب عن الوزير أو تنوب عن المحافظ، وهي اللي دورها تدافع عن مصالح الدولة وعن وبتباشر القضايا اللي بترفع سواء من الدولة أو عليها أمام الأفراد أو أمام الجهات الدولية إذا كان القضية متعلقة بشك دولي أو تحكيم وإلى خلافه. ده طبعا لو احنا هناخد من هذا المنطلق وهنبتدي ناخد كل هيئة ونفرق ما بينها بين محامي الإدارات القانونية، لو احنا خدنا بالنسبة للجزئية دي هلاقي ان احنا لو احنا افترضنا ان الوزارات في مصر بالظبط حاجة وعشرين وزارة تزيد او تنقص كل مرة، وكذلك المحافظات هي حاجة وعشرين برضك محافظة بالهيئات بتاعتها، هلاقي ان قدام كده اتعمل سنة 73 محامي الإدارات القانونية اللي هو بيقوم بتمثيل هذه الجهات اللي هي الهيئات العامة. لو احنا عملنا بقى حاولنا نعمل حصر عام للهيئات العامة في الدولة اللي بيمثلها محامي الإدارات القانونية، هنعرف الحجم والضغوط اللي بيقوم بيها محامي الهيئة العامة، وفي نفس الوقت ما عندهوش نفس السلطة اللي بتدي للمحامي هيئة قضايا الدولة، وهو بالمناسبة الوحيد اللي بيطلق عليه لفظ محامي طبقا لقانون المحاماة مع المحامي. هنلاقي ان محامي الهيئات العامة مطلوب منه نفس الواجبات اللي مطلوبة من هيئة قضايا الدولة، لكن لم يمنح من الصلاحيات اي قدر من الذي منح لهيئة قضايا الدولة. والامثلة كتيرة ولو عدنا نحصرها مفيش مجال لذكرها يعني. فهنلاقي ان طبعا محامي الهيئات العامة أو محامي الإدارات القانونية بيقوم مباشرة الدعاوى في أمام أو بيمثل الجهة بتاعته أمام أي جهة ذات اختصاص قضائي، بيقوم بكافة الاختصاصات اللي بيقوم بيها هيئة قضايا الدولة. وطبعا هيئة قضايا الدولة بالنسبة للجهات اللي فيها محامي هيئات عامة هو مش موجود أصلا، يعني عشان بس الناس برضك، ودي أحد الفروق اللي لازم بنوضح ما بينها ما بين المحامي والباحث القانوني، إن في الوزارات اللي فيها هيئة قضايا الدولة بيكون فيها باحثين قانونيين وهم اللي بيقوموا بإعداد الدعوة لهيئة قضايا الدولة وبيمدوا بالمذكرات وبالمعلومات. هذا الكلام مش موجود بالنسبة للهيئات العامة، فالإدارات القانونية فيها أو محامي الهيئات العامة هو اللي بيباشر الدعوة من أولها لأخرها زيه زي أي محامي، وكيلا عن رئيس هذه الجهة أو رئيس مجلس الإدارة. وبالتالي كان من الطبيعي أن القانون يديله القدر اللازم من الحصانة ويديله القدر اللازم من الاستقلالية اللي تعينه أن هو يقوم بهذا الدور المطلوب منه، إلا أن للأسف في الواقع العملي هذا الكلام لم يتم تطبيقه. بالنسبة للنيابة الإدارية، بالنسبة للنيابة الإدارية من المهم جدا أن احنا برضك نميزها عن محامي الإدارات القانونية، وده برضك هيكون ليها غرض أو هدف التفرقة ما بين المحامي الإدارات القانونية وبقية الهيئات اللي بتقوم بعمله وخصوصا الهيئات القضائية. النيابة الإدارية تم إنشائها في 16/9 سنة 54 طبقا بالقانون رقم 480 لسنة 54، كانت هيئة قضائية تابعة لرئاسة الوزراء. طبعا بعد كده سنة 64 تم فصل الرقابة الإدارية عنها،
وفي اعتبروا ان اجتزاء الرقابة الإدارية من النيابة الإدارية هو نزع لمخالب النيابة الإدارية في الوقت ده، واعتقد ان المسألة هنا ممكن تكون فيها شيء كبير من الصحة. بعد كده تطورت القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية حتى الدستور، لغاية ما جينا وصلنا للدستور لسنة 2014 في المادة 197، واتكلمت عن النيابة الإدارية وهي الأمينة على الدعوة التأديبية، وتقوم بإقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية. هنلاقي قانون الخدمة المدنية بعد كده صدر سنة برقم 81 لسنة 2016، وجي في مادته 60 بردك أوجب اختصاص النيابة الإدارية ببعض المخالفات تحديدا، وحصرها في المخالفات المالية والمخالفات التي يرتكبها الوظائف القيادية أو شغيل الوظائف القيادية. وهنلاقي أن في المادة 2 من قانون الخدمة المدنية وضح لنا إيه هي الوظائف القيادية المقصود بها في خضوعها لقانون الخدمة المدنية اللي هي بتخضع لاختصاصات النيابة الإدارية، وهو حصرها في الثلاث مستويات التالية للسلطة المختصة. يعني هنفترض مثلا لو أنا عندي جامعة، رئيس الجامعة هو الوزير المختص أو الوزير المختص، هيكون السلطة التالية لي وكيل الوزارة لغاية ما بنوصل لدرجة مدير العموم. أما مدير الإدارة فهو يخرج عن اختصاص النيابة الإدارية. طبعا مش اختصاص النيابة الإدارية في كده بس، وما يحال إليها من الموضوعات، سواء من شكاوى الأحاد الناس، الناس بتبعت شكوى عادية للنيابة الإدارية، أو الشكاوى التي تحليها من السلطات المختصة داخل الجهات الإدارية اللي هم بيرتقوا أن التحقيق ده من الأفضل يكون مع النيابة الإدارية. وطبعا حتة أن الجهة الإدارية هي اللي يعني تحيل مخالفة معينة للنيابة الإدارية، ده بيبقى عليه كلام كتير. أولا أن الوظائف القيادية عموما عمره ما يحول نفسه في حالة أنه هو يكون في موضع مخالفة، عمره ما يحول لنفسه. الموضوع الموضوعات اللي بتقوم بيها السلطة المختصة بتكون هي اللي ليها شق في المخالفة أو ليها إيد فيها، هذه الموضوعات لا تخرج من الأدراج بأي شكل من الأشكال، بتكون بتفضل حبيسة الأدراج إلى أن يعاف عليها الزمن، أو خلاص يعني يكون السلطة المختصة خرجت وطلعت على المعاش، يعني ممكن الموضوعات دي ما حدش يعرف عنها أي حاجة. بالنسبة للمحامي الهيئات العامة، هو مختص بأي تحقيق بيكون في الجهة الإدارية إلا فيما ورد فيه نص خاص، اللي هو الخاص بوظائف القيادية والمخالفات المالية. طبعا لو احنا حاولنا نحط نسبة المخالفات اللي بيتم تحويلها أو نسبة التحقيقات اللي هو بيتم تحويلها وبيكون فيها شق متعلق بالوظائف القيادية أو مخالفة مالية، هنلاقي إن هذه المخالفات لا تتعدى 5% من مجموع المخالفات اللي بتطلع عن المرفق العام أو الجهاز الإداري. طيب هل معنى كده إن 90% من بقية المخالفات ملهاش قيمة مالية؟ يعني المخالفة الإدارية دي اللي مختص بالتحقيق فيها النيابة الإدارية المحامي الهيئات العامة، هل المخالفة الإدارية دي لا تقيم بممال؟ لو إحنا خدنا بالاعتبار ده وما حطناش في اعتبارنا إن المخالفات الإدارية إذا لم يتم ضبطها والسيطرة عليها هي أصلاً مناط استقرار المرفق العام، وهي اللي بتساعد على أن المرفق العام يسير في اطراد وفي نظام وحسن سير العمل، كل ده المسؤول عن ضبطه محامي الهيئات العامة. إذا لم يتم توفير الاستقلالية الكاملة لمحامي الهيئات العامة، وإذا لم يتم توفير الحيادية والسلطة التي تعينه على القيام بهذا الدور، بيتحول محامي الهيئات العامة لموظف يكون بيسير بتعليمات السلطة المختصة. يعني من الأفضل نلغي هذا الدور، وإذا محامي هيئات العامة تمسك بالنصوص الموجودة في قانون الإدارات القانونية على الوضع الحالي وقانون المحاماة، يجد في النهاية يجد نفسه عاجزا في مواجهة السلطة القيادات أو السلطة المختصة، بيقف عاجز ما بين أنه هو يعمل القانون وما بين أنه هو يتم التنكيل به، وعصاية الجزرة والعصا زي ما يعني سياسة العصاية والجزرة زي ما بيقولوا، يعني إما بالترغيب أو بالترهيب، وبالتالي بتقوم الدولة بشكل متعمد أو غير متعمد
بتعجيز محامي الإدارات القانونية على القيام بدوره، إلا في بعض الجهات اللي بيكون فيها الوضع منتظم بشكل سليم والكفاءات الناس اللي فيها على وجه شخصي، يعني معنى أصح الاعتبارات الشخصية اللي بتكون بتتحكم في الموضوع. أما القانون موفرش الحماية اللازمة لعضو الإدارة القانونية أو محامي الهيئات العامة إنه يقوم بالتحقيقات المطلوبة منه بالشكل اللي يضمن حسن سير المرفق العام. اختصاص ثالث لازم نبينه بردك ونوضح الفرق بينه من الهيئات القضائية الأخرى، وهو اختصاص الفتوى. هنلاقي إن اختصاص الفتوى وهو اختصاص أصيل بالنسبة لإدارة الفتوى في مجلس الدولة، وده بالنسبة لحاجات معينة. بالنسبة لقانون المناقصات والمزايدات اللي هو أصبح دلوقتي قانون التعاقدات الحكومية والصادر برقم 182 لسنة 2018، هنلاقي إن القانون أفرض في حالة توفر نصاب قانوني معين أو نصاب مالي معين اختصاص مجلس الدولة بمراجعة العقود. كذلك هنلاقي اختصاص مجلس الدولة طبقا لنص المادة 6 في قانون الخدمة المدنية بإبداء الرأي في المسائل التي تتعلق بقانون الخدمة المدنية. طبعا هنلاقي ان بالنسبة حتى أو مجال الفتوى هنلاقي ان في ادارات في الادارة القانونية او المحامي مطلوب منه برضك ان هو يقوم بدوره في الفتوى والرأي للسلطة المختصة. ولو حاولنا نشوف كمية الاراء اللي بيقوم بيها محامي الادارات القانونية اللي هي بتاخد في الاخر شكل غير ملزم، على الرغم ان هو بيكون بيشير لنصوص قانونية ثابتة وملزمة لجهة الادارة، الا ان جهة الادارة ممكن تطرح هذا الرأي جانبا وتضرب بقى عرض الحائط ودون ابداء اسباب. وده من الاسباب اللي خلت برضك ان يكون في حاجة ضرورية وملحة بتعديل وتفعيل دور محامي الادارات القانونية في الجهة بتاعته. اصبح هنا ان احنا هنلاقي ان احنا لو حاولنا نعمل دايرة كبيرة ونحط فيها اختصاصات محامي الادارات القانونية، هنلاقي ان محامي الادارات القانونية بيقوم بنسبة 95% على الاقل من الاعمال القانونية المنصوص عليها في قانون المحاماة او منصوص عليها في العمل القانوني بصفة عامة، سواء مباشرة دعاوى قضائية او اختصاصات قضائية، سواء اجراء تحقيقات وبحث الشكاوى، بحث التظلمات، صياغة العقود ومشاريع القوانين واللوائح. كل الاختصاصات المطلوبة بالنسبة للعمل القانوني بيقوم بيها محامي الإدارات القانونية، ولكن مع الفرق بسيط ما بينه وما بين الهيئات القضائية، حرمانه من أي حصانة قضائية، حرمانه من أي حصانة قانونية تعينه أو امتيازات قانونية تعينه على القيام بدوره، حماية العمل اللي بيقوم به أن يكون ليه حصانة أو أهمية قانونية تلزم جهة العمل، أو على الأقل ان جهة الادارة في حالة ان هي قررت تخالف هذا الرأي لازم يكون القرار مسبب، وما تحاولش باي حال من الاحوال تضغط على محامي الادارات القانونية لان هو يعدل هذا الرأي او يغيره. وعلشان يحصل ده لازم يتوفر قدر من الاستقلالية، وهذا القدر من الاستقلالية لن يتوفر باي حال من الاحوال الا اذا وفرنا المحامي الادارات القانونية الاستقلالية الكاملة ماليا واداريا وفنيا عن جهة الادارة، سواء بتفعيل دور اللجنة العليا للادارات القانونية وجعلها هي صاحبة الاختصاص الاصيل في الاشراف على محامي الادارات القانونية، او في عمل هيئة مستقلة تشمل كل محامي هيئات العامة. وده اعتقد ان في الفترة الاخيرة تم انشاء كثير من الهيئات العامة وتم ضم ليها كل الناس اللي بتضم اختصاص واحد لتوحيد نظم العمل بها، وان انت توصل بالفئة دي لأعلى درجة. هنلاقي ان محامي الادارات القانونية هو الفئة الوحيدة من بعد سنة 2011 اللي تم تعديل كل فئات المجتمع بلا استثناء، الا ان محامي الادارات القانونية هو الفئة الوحيدة حتى تاريخه التي لم تنظر له الدولة، بالرغم ان هو الفئة الوحيدة ان في يعني التزام تشريعي منصوص عليه في القانون بتاعه نفسه، وده ممكن نرجع له في المضبطة بتاعته في مضبطة القانون سنة 47 لسنة 73. المضبطة دي هنلاقيها قالت ان محامي الادارات القانونية يقوم بنفس الاعمال التي يقوم بها عضو هيئة قضايا الدولة، ويتم ارجاء المساواة بينهم في الناحية المالية لحين انتهاء ميزانية المعركة. الكلام ده كان سنة 73. اعتقد ان اي حد بحسبة بسيطة يقدر يعرف ان ده التزام على الدولة قررته بأوراق رسمية وعن طريق محضر مضبطة مجلس الشعب
اللي قام بيها ممثل الأمة في هذا الوقت، واللي وقفوا بيها على أهمية دور محامي الإدارات القانونية وغرض المشرع من إنشاء هذه الفئة. وحتى تاريخه لم يتم عمل مساواة مادية، لم يتم وضع أي تشريع منفرد ليهم يعينهم على ممارسة دورهم. بالعكس، الجدول المالي اللي اتعمل وبدل ما يتم تفعيله تم إلغاءه سنة 83، وأخضع محامي الإدارات القانونية لنفس المرتبات الخاضع ليها محامي العاملين المدنيين بالدولة اللي هم دلوقتي الخدمة المدنية، وده ترتب عليه ظلم بين. هنقول إن بدل الانتقال مثلا، يعني بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في بعض الجهات حتى الآن أو في معظم الجهات حتى الآن لا يتعدى 20 جنيه، والكلام ليس فكاهة، هذا كلام حقيقي. 20 جنيه وإحنا في سنة 2019. إن أي موظف في أي جهة اللي بس علشان خاطر يقوم بمهمة أو بمأمورية بياخد تاكسي رايح وتاكسي جاي وبيعمل ده بمأمورية رسمية، محامي الإدارات القانونية محروم من هذا الحق لأنه مقدر له بدل انتقال ثابت 20 جنيه وغيرها من البدلات المنصوص عليها الهيئات الأخرى. المظهر الجيد اللي فرضه قانون المحاماة على محامي الإدارات القانونية اللي لازم يظهر بمظهر جيد، وهذا المظهر كل الجهات القضائية بتقوم بتوفير بدل لهذا المظهر إلا قانون المحاماة وقانون الإدارات القانونية، غيرها وغيرها وغيرها. كل هذه الحاجات تستلزم من الدولة إن هي تنظر لهذه الفئة وتنظر لهذه الطائفة من القانون وتبحث بجدية الدور المطلوب منهم حتى يتم تعديل القانون بما يتناسب مع هذا الدور وأهميته في المرحلة اللي جاية، وفي ظل توجه الدولة الصارم والحاسم في مكافحة الفساد، وإحنا معانا جبهة جاهزة إن هي تخش في هذه المعركة وبقوة. الدولة محيداها بدون قصد طبعا، وجي الوقت إن هذه الجبهة تخرج عن حيادها وتقوم بدورها على النحو الذي يضمن للدولة سير المرافق العامة بأفضل شكل من الأشكال والتحقيق الفاعلية سواء الإدارية أو المالية للدولة. بنتمنى ده يتم النظر في خصوصا في الدورة المنعقدة حاليا في البرلمان، وخصوصا في ظل التعديلات الدستورية المقترحة والتعديلات المقترحة على السادة نواب البرلمان، ويكون في صورة متكاملة لهذه الفئة حتى يتم وضع تشريع يتناسب مع الاختصاصات الموكولة إليهم. والله الموفق وعلى الله قصد السبيل.